عايز اتكلم بقى على موسيماني والنبي، لان الراجل ده بصراحه مش عارف اقول ايه. فقبل في كاس الرابطه، كاس الرابطه لو تفتكروا حضراتكم التصريحات والساده الافاضل المحللين كانوا بيقولوا ايه، هو الراجل مريح لعيبه الاهلي الاساسيين قوي كتير قوي كده، هو مريحهم كتير كده، هو الراجل ده مش فاهم حاجه ولا ايه؟ يا عم موسيماني لاعب الدوليين او لاعب الاساسيين عشان يبقوا جاهزين لكاس العالم. بعد بقى ايه الماتش الاول والماتش التاني والماتش التالت، جه لعبهم الماتش الرابع خسرنا 3 من سموحه. حلو، قال لك موسيماني وازاي لاعب الدولي الاساسيين وازاي يعمل كده ومش عارف ايه. جه الماتش اللي بعده راح مريح الاساسيين. قال لك يا سيدي انت المفروض تخليهم يكملوا عشان رجلهم تبقى في الملعب ويبقوا جاهزين، انت بتريحهم الماتش الاخير، انت ازاي بتعمل كده وبتدي يعني وقت كبير جدا من الاجازات وبتدي ايام كتيره من الاجازات؟ الراجل ده مش فاهم حاجه، احنا متخوفين على الاهلي احنا، والراجل ده لازم يبقى فيه وقفه. والراجل عمل ايه؟ الراجل عمل ايه؟ رد على الناس كلها كالعاده، بيرد على الناس كالعاده، مفيش مره تهاجم الراجل ده غير لما بيرد في الملعب. بالمناسبه واحنا كنا قريبين منه هناك، قال انا حظي حلو ان انا مش بفهم عربي، حظي حلو ان انا مش بفهم عربي، لان انا عارف الناس بتقولي ان في انتقادات عليا كتير ومش عارف ايه، وممكن يكون ده مساعدني ان انا مش فاهم عربي، فانا مركز انا مكمل في طريقي، مش مهم الناس بتقول ايه، المهم انا بعمل ايه، المهم احنا ازاي بنساعد بعض وبنسعد جماهير النادي الاهلي. فلو تفتكروا الناس اللي كانت بتقعد تقطع في موسيماني في كاس الرابطه، اللي اصلا الاهلي مفتقد ناس كتير وكان بيلعب بالناشئين وادى بشكل كويس، ها، واصابات كتير وكلام من ده، كانوا بيقطعوا في الراجل ازاي، وتشوف دلوقتي هيقولوا ايه. اولا ممكن بعضهم يقول لك والله انا قريت تصريح امبارح موتني من الضحك، موتني من الضحك، قعدت اضحك كده مع نفسي ماسك الموبايل واقرا التصريح ده، قعدت اضحك مع نفسي. قال لك موسيماني ضيع فوز كبير قوي على الهلال السعودي، ازاي يكسب 4 بس؟ يعني نعمل ايه؟ يعمل ايه تاني الراجل؟ يعني ازاي يكسب 4 بس؟ يعني يعمل ايه؟ المفروض يكسب 10 الهلال السعودي اللي هو اقوى فريق في اسيا، بطل اسيا، اللي الناس كلها بتتشدق بامكانياته والناس كلها بتشيد بامكانيات الهلال، وهم فعلا نادي كبير وجماهير كبيره وامكانيات جامده قوي ومحترفين. ايه يا راجل ده؟ الراجل اللي اسمه مانيجا ده بتاع منتخب مالي ما شاء الله عليه، خسرانين 4 والراجل رايح جاي في الملعب، حاجه جامده قوي. ها محترفين قد كده وكلام من ده، كان المفروض يعمل ايه موسيماني غير 4؟ يعني ضيع فوز كبير، كان لازم يكسب اكتر. مش لاقيين حاجه تنتقدوها في الراجل؟ يعني يعمل ايه تاني؟ في كل الاحوال اللي عايز ينتقد ينتقد، رغم ان الانتقاد حق للجميع، بس يا حبيبي بعد اذن حضراتكم يا جماعه، لما تيجوا تنتقدوا انتقدوا على اسس، على حاجات فعلا تستحق الانتقاد، مش لمجرد الانتقاد، مش مجرد ان انا ابقى بهاجم موسيماني والاهلي عشان اسمي يبقى ترند، عشان الناس تتكلم عني، عشان العناوين للاسف سواء في الصحف ولا في المواقع تاخد اسمي. ده مش صح، انت بتقلل من نفسك كشخص، انت راجل غير موضوعي وغير متزن تحليليا. انت بتفكر في ايه؟ الناس هتكتب هتقول ايه عني؟ مش بتفكر الناس هتحترمني ولا لا؟ هي دي المشكله اللي عندنا دلوقتي في بعض المحللين وبعض الشخصيات اللي بتظهر من خلال شاشات التلفزيون. لكن برضو الحمد لله احنا عندنا جهاز فني ما بيتاثرش بالكلام ده، وعندنا مجلس اداره ما بيتاثرش بالكلام ده، اللي الناس كانت بتهاجم مجلس الاداره والناس اللي قعدت تقول لك فريرا جاي فريرا جاي فريرا جاي، فضلنا قاعدين مستنيين فريرا، مش لاقيين غير موسيماني بيجيب بطولات، مش لاقيين غير موسيماني بيجيب انجازات، وموسيماني مش بيجيبها لوحده، موسيماني عنده اداره جامده قوي بتساعده، ها؟ عنده لجنه تخطيط جامده قوي بتساعده، عنده جماهير قبل كل ده طبعا بتساعده، وعنده توفيق والتوفيق مطلوب. فبالتالي ده شيء من الاشياء المهمه جدا، والراجل ده لازم ياخد حقه بصراحه يعني.